وينفعنا بيه ومن خلالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السكشن دوت ان شاء الله احنا هنتكلم في موضوع اسمه اللاترال لود اون بايلز. وزي ما احنا متعودين محتويات السكشن ده، اول عنوان هنتكلم فيه مقدمة، ثم تاني عنوان هنتكلم في خطوات الحل بالطريقة البيانية، ثم تالت عنوان هنتكلم في قدرة تحمل مجموعة من الخوازيق مش خازوق واحد، ثم بعد كده هناخد مسألة في تربة طينية، وبعد كده مسألة في تربة رملية، وبعد كده مسألة بقى في خليط من الرمل والطين، اللي هي الحالة العام والأشمل والأقرب للواقع أصلا. طيب خلونا نبدأ على طول. المقدمة بتاعت السكشن ده، تخيل معايا كده بالتأمل كده للرسمة اللي قدامك. عندنا منشأ بدروم وأرضي مثلا وعشر أدوار. المنشأ دوت أنا اتعلمت خلاص في الخرسانة إزاي أحسب الإف ويند أو أحسب الأحمال الجانبية الناتجة عن الرياح أو الزلازل. بالنسبة مثلا لو أنا بتكلم على حالة الزلازل، فالمفروض إن قوة الزلزال اللي هي كنت بتحسبها على فكرة بالمناسبة عند منسوب كل بلاطة، لو أنت فاكر أو لو أنت مذاكر إزاي بتحسب أحمال الزلازل في الخرسانة، وبعد ما بتوزعها على مناسيب البلاطات بترجع تضرب كل حمل في ذراع العزم بتاعه علشان تجيب مومنت. المومنت ده اللي احنا كنا بنسميه السكاشن اللي فاتت ام لاترال. بس كان الاحمال دي لما بتتنقل تحت بتتنقل اكيد بقوة وعزم، فالقوة دي كانت بتبقى عن سطح اللبشة وكنا بنسميه بيز. ده في حالة الزلزال. في حالة الرياح كانت بتسبب ام لاترال، بس كنا بنسمي مثلا القوة دي اف ويند اف دبليو مثلا. بس دايما بنقول في مصر بيبقى الغالب في اوقات كتير الزلازل هي اللي بتبقى جايبة عزوم لاترال واف بيز اكبر. السكاشن اللي فات عملنا ايه؟ شيكنا الاستريسز تحت اللبشة مع الاخذ في الاعتبار الدبليو او اللي هو النورمال فورس او الار توتال، ايا كان بقى هتسميها ازاي، اللي هو وزن المنشأ مع الام اكس اكسنتريستي مع الام واي اكسنتريستي. وخدنا مرة حالة درسنا فيها الام اكس لاترال كمان، والحالة التانية درسنا فيها الام واي لاترال. فقال لك جميل جدا عظيم، انت كده حققت الايه اجهادات على اللبشة او احمال الخوازيق. بس القوة دي يا باشمهندس اللي هي القوة الافقية ده اللي انا ترجمتها في الاخر لاف بيز عن سطح اللبشة، بالبلدي كده عايزة تزق المنشأ لليمين، تزقه. يعني ايه؟ يعني سلايدنج. قال لها هو ده ممكن يحصل، ده انواع او نوع من انواع الانهيار الجيوتكنيكال. ده ملوش دعوه بقى لا بخرسانه ولا بستراكشر، ده انهيار جيوتكنيكال، ده انهيار سويل، ان المنشا نفسه يمشي يروح يمين كده. وفي انهيار تاني اسمه اوفر تيرنينج. ايه الاوفر تيرنينج ده؟ ان انا النقطه اللي هنا دي المنشأ يتقلب حواليها، يتقلب يلف حوالين النقطة دي، يتقلب كده المنشأ، يتقلب ينام كده. دول التشيكات المفروض تعملهم. يعني ايه؟ يعني انت لما بتصمم الاساسات ما بتشيكش الاستريسز على التربة او حمل الخازوق وتمشي والسلام، لا لازم تعمل تشيك سلايدنج وتشيك اوفر تيرنينج. والمفروض ان الدكتور مصطفى اتكلم معاك تعمل التشيكات دي ازاي. طب هنا بقى
لما تيجي تبص على المسألة اللي قدامك دي، انت المرة دي اللبشة بتاعتك لبشة على خوازيق يا باشمهندس، فمين اللي هيمنع ان السلايدنج ده يحصل؟ مين اللي هيمنع ان المنشأ ده يتزق يمين؟ الخوازيق. انت مثلا عندك 40 خازوق، وعندك الاف بيز كانت برضو ب 40 طن، بقول مثلا ارقام بس للتسهيل، يعني بالبلدي خالص لو وصلنا ال 40 على ال 40 كاننا بنقول ان الخازوق الواحد، انت طبعا ما حدش بيكتب ورايا حاجه، انا بدردش معاكم بس الكتابه جايه ما تقلقوش، وتعودوا بقى معايا على كده، لما تلاقيني برغي وبتكلم كده ما تكتبش حاجه ورايا، لما احتاج انك تكتب حاجه ورايا هقول لك. فلما نيجي نبص بقى مثلا نقول ان انت عندك 40 خازوق بيأثر اف بيز 40 طن، يعني الخازوق الواحد تقريبا نقول شايل 1 طن، هي دي مش الحسبه بس انا بقول مثلا ان كل خازوق هيشيل 1 طن، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي خازوق كده جاله من الاف بيز، كل الخازوق الواحد جاله من الاف بيز 1 طن كده، هل بقى الخازوق، انا عارف الخازوق كان عليه حمل رأسي، انا حسبته السكشن اللي فات اللي هو البي باي الاكشوال، وقارنته بالبي باي الالاوبل اللي جاي من تقرير التربه، واتاكدت ان هي سيف في الاتجاه الرأسي. طب في الاتجاه الافقي بقى يا باشمهندس، هي الواحد طن دي اقل من المسموح بيه افقيا ولا مش اقل؟ الخازوق يقدر يشيلها افقيا ولا ما يقدرش؟ ده مش بس كده، ده في بلوة تانية. ايه يا باشمهندس خير؟ الواحد طن الأفقية ده اهي بتعمل عزوم وقص على الخازوق، الخازوق ده كان أصلا المفروض إن هو عنصر ضغط كأنه عمود عليه نورمال، وجود القوة الأفقية ده اهي اتسببت ان الخازوق يبقى عليه مومنت كمان ويبقى عليه شير، يعني قطاع الخازوق دلوقتي ما بقاش بيتصمم على النورمال بس بمعادله العمود، لا ده بقى بيتصمم بالانتر اكشن دايجرام على ان وام، ولازم اشيك كمان ان القطاع يقدر يشيل شير بالكائنات الموجوده فيه. فقصه سيادتك. طب وبعدين؟ ما احنا النهارده بقى جايين نعمل ايه؟ احنا النهاردة جايين نعرف، طب الخازوق جاي عليه 1 طن، انا مبدئيا عايز اعرف دلوقتي الخازوق يقدر يشيلها ولا بس، ده اللي احنا عايزين نعمله النهاردة. عايز اعرف انا السنة اللي فاتت في تالتة ترم تاني، وزي ما انا قلت لك السكشن اللي فات احنا كنا اتعلمنا ازاي نحسب قدرة الخازوق للاحمال الرأسية، وان الخازوق بقى بيشيل بالفريكشن ولا بيشيل بالبيرنج، بالارتكاز ولا بالاحتكاك، ده السنه اللي فاتت. السنه دي انا بقول لك بقى، ده انا كمان عايز اعلمك ازاي تحسب قدره تحمل الخوازيق للاحمال الافقيه الجانبيه، دي جديده بقى. طيب يبقى لما نيجي نبص كده ونقرا الكلام سوا، انا بقول لك ان في احمال جانبيه بفكرك ان هي بتتنقل لوش اللبشه وسطح اللبشه باف بيز وعزم، العزم خلاص امره سهل وخلص السكاشن اللي فاتت اللي هو الام لاترال، انما الاف بيز هي اللي للاسف عايزه تعمل سلايدنج، عايزه تزق المنشأ. فاحنا هنحسب دلوقتي هل الخوازيق كمجموعه هتقدر تشيل الاف بيس كلها دي ولا لا، او هل الخازوق الواحد هيقدر يشيل نصيبه من الاف بيس ولا لا، فانا محتاج احسب قدره تحمل الخازوق للحمل الافقي بكام. ده موضوع سيكشن النهارده، مع الاضافه بقى زي ما انا قلت لك ان وجود القوة الافقية ديت بيخلي الخازوق عليه كمان عزم وشير، فبقى الخازوق كتوتال عشان يتصمم وتجيب الحديد بتاعه وتحسب كناته بقى محتاج تصممه على ان وام وشير.
حد عنده أي مشكلة في السلايد دي؟ إيه بقى الطريقة اللي إحنا هنستخدمها في تحديد قدرة تحمل الخازوق؟ طريقة اسمها برومز ميثود. بروم ده اسم عالم عمل طريقة اتسمت باسمه. الطريقة ديت كانت عام 1964 بتستخدم في تقدير قدرة تحمل الخازوق المفرد. أنا مش عايز غير كلمة المفرد دي، يعني الراجل بيحسب خازوق واحد. طيب الحاجة التانية برضو والمهمة أوي، إن الراجل ده في شغله كان فرض إن الخازوق يا مدفون في تربة رملية بس، يا مدفون في تربة طينية بس. قال لها يا باشمهندس، هو يعني لو التربة بقى عندي كانت رمل وطين، ايه الحل؟ هقول لك ايه الحل في اخر مسألة خالص في السكشن، لكن تبقى عارف ان الراجل دوت لما اشتغل على رمل بس وطين بس، ما طلعش قوانين او حسابات لتربة سي وفاي، فيها سي وفيها فاي. الراجل دوت قال طريقتين، طريقة بنقول عليها طريقة المعادلات، وطريقة اسمها الطريقة البيانية اللي احنا هناخدها اللي هي باستخدام الشرطات او المنحنيات. وطبعا بدون وبلا ادنى شك الطريقة البيانية هي الاسهل. وطريقة المعادلات هي اصعب بس اعم. طيب تعال بقى ندخل في العنوان الجديد، العنوان الثاني من السكشن، ايه هي خطوات الحل بقى بالطريقه البيانيه. خلاص احنا عرفنا دلوقتي ايه لازمه الموضوع بتاع النهارده، وانه موضوع مهم جدا واحد التشيكات اللي بتتعمل في تصميم الاساسات. انا عايز اعرف بقى ايه الخطوات. بروم ده قال نعمل ايه؟ فاول حاجه بنحدد نوع التربه يا باشمهندس، بنحدد نوع التربة طين ولا رمل. ويقول لك في المنطقة الحرجة واللي هي بتبقى بتمتد لعمق 4 ل5 دي من سطح الأرض، أو من أعلى نقطة في الإيه في الخازوق. أنا بس بقول لك اهتم بس أهم حاجة بالجملة دي، تحديد نوع التربة خلاص طين أو رمل. ما هو خلي بالك أنا لسه قايل لك ان بروم اشتغل على طين بس او رمل بس، فهي كده كده هي تربه واحده، مش تفرق بقى معاك العمق الفعال ده. يعني اصلا الخازوق اللي انا هدرسه دلوقتي كل التربه كلها تبقى رمل او طين. خلاص انت بتشوف المساله بتاعتك رمل ولا طين، ويبقى ده نوع التربه. المعلومه بس اللي تبقى عارفها ان المنطقه الحرجه دي بتبقى 4 الى 5 دي. يعني ايه بقى المنطقة الحرجة دي؟ يعني المنطقة ده ايه في الغالب لما بتبقى جاية قوة أفقية هي اللي بتشيل الليلة، وبالمناسبة يعني وبالمناسبة علشان هي اللي بتشيل الليلة في أبحاث بتتعمل، طب ايه تأثير ان انا اجي اكبر مقطع الخازوق مثلا هنا بالشكل ده ويكمل تاني على بقية المقطع الرئيسي الأصلي. طبعا أنا بقول لك دي المنطقة الحرجة اللي فوق ده اهي، فلما تكبر مقطع الخازوق فوق بالشكل دوت أكيد أكيد الخازوق يقدر يشيل قوة أفقية أكبر. فدايما تلاقي بقى الناس اللي بيعملوا أبحاث يقول لك إيه، يدرس تأثير إنه بيزود قطاع الخازوق في المنطقة الحرجة دي. ماشي، أول خطوة حددنا يا باشمهندس طين ولا رمل، واللي أكيد هتبقى حاجة من الاتنين مش خليط. تاني خطوة بروح أحسب الـ KH أو الـ Horizontal Subgrade Reaction. هتقولي يا باشمهندس إيه الـ Horizontal Subgrade Reaction ده؟ فدي بقى هتكتبها ورايا،
ان ال KH بيساوي horizontal اكتبها انت بقى كملها horizontal stress على horizontal displacement، او بالعربي الاجهاد الافقي على التشكل الافقي، او على بلاش نقول التشكل، خلينا برضو نقول اللي هي الازاحه الافقيه. ليه افقي؟ لان ده كي هوريزونتال، في كمان خلي بالك كي فيرتيكال، بس ده لو انت بتدرس اتجاه راسي، هيبقى عباره عن اجهاد راسي على ازاحه راسيه. طب الراجل ده يعني تعريفه ايه، او يعني معناه ايه؟ هو الراجل ده عاوز يقول لك الكي هوريزونتال ده تعريفه حتى من القانون هو الاجهاد. اكتب ورايا مفيش مشكله، الكي هوريزونتال هو الاجهاد الذي يسبب ازاحه مقدارها الوحده. الاجهاد الذي يسبب ازاحه مقدارها ايه؟ الوحده. لما يبقى الكي دي هوريزونتال يبقى اجهاد افقي وازاحه افقيه، لما يبقى فيرتيكال يبقى اجهاد راسي وازاحه راسيه. عارف ده مقصود بيه بالبلدي خالص؟ لو انت عندك لبشه او قاعده مثلا، قاعده ده بالبلدي خالص يعني، وفي هنا حمل، الحمل على المساحه اداك ستريس. الكي هوريزونتال ده بقى معناه ايه؟ معناه ايه قيمه الاستريس اللي هتخلي القاعدة دي تهبط بمقدار الوحدة، واحد سنتيمتر او واحد متر او واحد مليمتر، ايا كان بقى الوحدات اللي انت شغال بيها، المهم مقدار وحدة. قيمة الاسترس اللي بتتسبب في ازاحة رأسية او افقية مقدارها الوحدة، هو ده الكي فيرتيكال او كي هوريزونتال. طب ده بقى بنحسبه ازاي؟ انت كتبت ورايا بس الكي هوريزونتال قانونها ايه وتعرفها ايه، وده ليك انت مش هتتسأل فيه يعني. بالنسبة للتربة الطينية قانون بتحفظه، اكتب جنبه حفظ 80 في ايتا 1 او في ان 1 في ان 2 في الكيو ان كونفايند على البي، ونفهم بقى ايه الحاجات دي. اول حاجه كده الكيو ان كونفايند دي مش جديده، دي الان كونفايند كومبريسيف سترينس، او نقدر نقول ان هي بتساوي 2 سي. التربه الطينيه بتاعتك اهي، احنا في تربه طينيه دلوقتي، الكيو ان كونفايند دي عباره عن 2 ملتبلاي سي، 2 سي بالعربي بنقول عليها الضغط غير المحاط او الضغط الحر غير المحاط. في تقرير التربة بتتكتب كده، بتتكتب الضغط الحر غير المحاط، عشان لما تشوف الكلمة دي مثلا في بوست او تقرير او اي حاجة. البي انا معرفش الراجل ده كان بيفكر في ايه ساعتها، بس هو معرف البايل دايمتر رمزه بي سمول، وسبحان الله هتلاقي في المعادلات والشرطات كمان شويه دي كابيتال. تقول لي الدي كابيتال ده الدايمتر، اقول لك لا، فانسى دلوقتي الدي كابيتال دي دلوقتي، وبالله عليك اوعى تتلخبط. البي سمول ده مين؟ البايل دايمتر. هو الراجل بقى اشتغل كده واحنا وراه، يبقى البي سمول ده البايل دايمتر، ده قطر الخازوق مسميه بي سمول. طيب ايه ال N1 بقى وال N2 دي يا باشمهندس؟ دي معاملات هنجيبها من جداول، جداول جيفن هتطبعها وتروح بيها الامتحان، او هتبقى جيفن في ورقه الاسئله سواء كده او كده، يعني اللي اتفق اللي اتفق عليه الدكتور معاكم. ال N1 بيجي من جدول حسب قيمة ال Q unconfined اللي أنا لسه حاسبها هنا أهي،
اللي هي 2 سي، هشوف هي اقل من 48 ولا ما بين 48 و191 ولا اكبر من 191، واخد قصادها المعامل ان 1 وان 2. ده معامل بيعتمد على الباي الماتيريال، ماده الخازوق، الخازوق ستيل ولا كونكريت ولا وود، هو في مسائلنا بتبقى ستيل او كونكريت. خلاص يا باشمهندس، 80 ايتا 1 او ان 1 ان 2 كيو ان كونفايند على البي، جبت الكي هوريزونتال للتربه الطينيه. طب الكي هوريزونتال بقى للتربه الرمليه، قال لك بنجيبها من جدول على طول يا باشمهندس. ادخل على الجدول الاقي ان الجدول بحسب الكي هوريزونتال حسب حاجتين، اول حاجه الريلاتيف دينستي، الكثافه النسبيه، هل الرمل ده هش لوز ولا ميديوم ولا دنس كثيف، وحسب كمان منسوب المياه الجوفيه. لو مفيش مياه جوفيه يبقى انا اباف جراوند ووتر، لو فيه مياه جوفيه ومنسوبها عالي عند سطح الارض او اقل من سطح الارض، يعني منسوبها عالي والخازوق مغمور في المياه، يبقى بيلو جراوند ووتر. الخازوق فوق المية ولا تحت المية؟ فوق المية يبقى كأن مفيش مية، تحت المية ومغمور في المية يبقى كأن في مية جوفية عالية. الجدول ده برضو المفروض يبقى جيفن، بتدخل بدلالة الريلاتيف دينستي ومنسوب المية الجوفية تجيب الكي هوريزونت. حد عنده أي مشكلة لغاية دلوقتي؟ طيب تمام. ثالث بقى خطوه نحسب خصائص مقطع الخازوق، ودي خطوه يعني قديمه يعني قوي، خلاص بقى احنا يعني دلوقتي في رابعه، الخطوه دي اسهل ما يمكن. ايه خصائص الخازوق اللي انت عايز تحسبها دي، او خصائص مقطع الخازوق، او البايل بروبرتيز اوف اريا؟ اول حاجه بس بيهمني احسب حاجه اسمها الاي، هما ثلاث حاجات. اول حاجه الاي، الاي ده معايير المرونه. طب ومعايير المرونه ده بيساوي ايه؟ فانا ريحتك بقى ولخصت لك القصه دي في الجدول ده علشان هتحفظها يا باشمهندس، علشان لو ما كانتش جيفن في المساله انت حافظها، لان المفروض اصلا الاي تبقى حافظه. هتقول لي ازاي؟ اقول لك ما انت واخد في الخرسانه زمان ان معايير المرونه بتاع الخرسانه جذر 400، بلاش الجذر دي، 4400 جذر الاف سي يو بالميجا باسكال. ده كود مصري، الكود المصري بيقول لك خد معايير المرونه للخرسانه 4400 جذر الاف سي يو بس بالميجا باسكال، تشتغل بوحدات الميجا باسكال لان دي معادله امبيريكال، ويطلع لك معايير المرونه بالميجا باسكال برضو. لما تحول بقى الرقم اللي هيطلع لك من هنا من المعادله دي لوحدات الكيلو نيوتن بير متر سكوير، هتلاقيها تقريبا، ما بقولش بتساوي، هقول لك تقريبا بتساوي او قريبه من ال 2.2 من 10 في 10 اس 7. الاي بتاعت الستيل، معايير المرونه بتاع الحديد، انت خدت ستيل دلوقتي تالتة ترم اول وترم تاني وشغال دلوقتي كباري. الستيل دايما محافظنا من زمان ان معايير المرونة بتاع الستيل 2100 طن على السنتيمتر مربع، شايف الوحدات ها، طن على السنتيمتر مربع. لما تحول الكلام ده لوحدات الكيلو نيوتن بير متر سكوير، تقريبا تقريبا يعني هتلاقي قريبة من 2 في 10 اس 8. طب ثواني يا باشمهندس كده، هو انت ليه اشتغلت وحدات الكيلو نيوتن والمتر اصلا؟ ليه مش طن ومتر؟ او ليه مش طن وسنتيمتر؟ اقول لك يا باشمهندس، اصل الحقيقه بص كده، ارجع معايا معلش السلايد اللي فاتت، هتلاقي ان الجداول غصب عني وعنك
الراجل برضو يعني اترخم علينا مرة في بيه اللي هو قطر خازوق، بيترخم معانا تاني وحط لنا الجداول بالكيلو باسكال. كيلو باسكال دي يعني كيلو نيوتن بير متر سكوير، يعني بيشتغل الراجل بوحدات الكيلو نيوتن والمتر. فاتفاق كده يا باشمهندس بيني وبينك دلوقتي، واكتبها ملحوظة، اكتبها ملحوظة، احنا دايما هنشتغل المسألة بوحدات الكيلو نيوتن والمتر. ما تتفلسفش بالله عليك وتشتغلها بالطن. انا بقول لك تاني اهو، اشتغلها بالكيلو نيوتن والمتر. ايه قصتها معروفة، انا بس كنت بقول لك انت المفروض حافظها، وعرفتك ازاي كنت حافظها، او انت هتلاقيك حافظها بس مش واخد بالك. اشطب لي على الميجا باسكال دي، معلش. متر سكوير، غلطة مطبعية. وادي الجدول وقلت لك احفظ القيمتين دول. طيب تاني حاجة، احنا حسبنا الايه، الاي المومنت اوف انيرشيا، ده بقى خلاص حجم القصور الذاتي، اللي هو مثلا لو مستطيل موازي عمودي تكعيب على 12، لو دايرة باي على 64 في دي اس 4، كلام يعني قديم خالص كنا بنحسبه اصلا السكشنين اللي فاتوا. الجديد بقى او اللي انا بفكرك بيه حاجه اسمها السكشن مودلس. ايه السكشن مودلس ده؟ انت هتلاقيك اول مره تمر بيه، مش عارف اول مره ولا خدت فكره عنه في الستيل قبل كده، بس خليني اقول لك ايه السكشن مودلس ده. السيجما اللي هي نورمال ستريس، قلنا اللي هي ان على ايه زائد ام اكس على اي اكس في الواي زائد ام واي على اي واي في الاكس، دي ام اكس على اي اكس في الواي. الناس قالوا طب الواي اللي موجودة فوق دي احنا ممكن ننزلها تحت في المقام، يعني كأني بقول ان السيجما بتساوي ام اكس مقسومة على الاي اكس على واي، الاي اكس على واي دي كلها في المقام. الاي اكس على واي دي الناس سموها السكشن مودلس اس اكس. اس اكس يعني الاس اكس بتساوي الاي اكس، ما دام هي اس اكس يبقى اي اكس على الواي. الاي اكس عزم القصور الذاتي، وهو ده اللي انا حسبته اصلا تاني ايه تاني خطوه. طب ايه الواي ده؟ ما دي معادلة النورمال ستريس. فاكر لما انت كنت بتحب تحسب مثلا الاستريس عند النقطة دي، كنت بتقول ان هي دي الواي، احداثيات النقطة. فاكر لما كنت بقول لك السكشن اللي فات واللي قبله احداثيات النقطة الحرجة او احداثيات مركز الخازوق بالنسبة للسي جي، فبرضه الواي اللي هو الارتفاع واي ده اللي هو ايه، اللي هو نص الارتفاع الكلي للمقطع. وبالمثل لو كان الموضوع بالنسبه لك خازوق دائري او مقطع دائري، هي دي الواي. ممكن تكتب دي مفيش مشكله، ارسمها بس جنب السكشن مودلس كده. يعني في القطاع الدائري الواي ده هيبقى عباره عن نص القطر اللي هو ار سمول او دي على 2، او خلينا بقى نبقى واضحين هنا بي على 2، لان الراجل هو اللي ايه دخلنا في قصه البي لما فرض ان قطر الخازوق بيساوي بي. يبقى السكشن مودلس ده عباره عن اي على واي، والواي ده هيبقى في الغالب، احنا كمان مسائلنا في الغالب هتبقى خوازيق مقطعها دائري، فالواي ده اهي هتبقى في الغالب نص القطر ما دام انت بتتعامل مع مقطع دائري. في بقى حاجة رابعة كمان بنحسبها بس في حالة الخازوق الستيل بس، حاجة اسمها معامل الشكل. معامل الشكل ده بيتاخد حسب شكل مقطع الخازوق
بيبقى عبارة عن 1.3 المقطع الدائري، ولو المقطع بتاعك كان اي سيكشن، اي سيكشن ناخده 1.1 لما القطاع يتحمل في اتجاه المقطع القوي. يعني ايه اتجاه المقطع القوي؟ يعني ان يبقى التحميل كده في الاتجاه ده. خلينا نرسمها هنا برضو، يعني ادي الاي سيكشن اهي، لما احمل الاي سيكشن في الاتجاه العصب اللي هو الاتجاه ده اهو، ده الاتجاه القوي، ساعتها باخد الشيب فاكتور ب1.1. ارسمها يا باشمهندس جنب الجملة اللي هي ايه بتاعة اتجاه المقطع القوي دي، ارسم الرسمة دي، وباخد الشيب فاكتور ب1.5 لما الاي سيكشن بقى يتحمل في الاتجاه الضعيف، يعني يتحمل في الاتجاه ده. برضو ارسم الرسمة دي جنب الايه جملة اتجاه المقطع الضعيف. طب احنا ليه اصلا بنحسب شيب فاكتور؟ هنستخدمه دلوقتي في حسبة عزم الخضوع ستيل. القصة دي قصة ستيل انا مش عايز اخوض فيها ومش بتاعتي اصلا، يعني الكلام ده انا درسته وانا طالب قفل ستيل، ومتأكد ان انتوا درستوه بس هتلاقيك مش ملمسه او مش فاكره. فعايز تلمسه او عايز تفتكره يبقى راجع كده في الترم اللي فات غالبا اللي هو تالتة ترم تاني، لما كنت بتروح تحسب الام ييلد والام بلاستيك حاجات كده في الستيل، فكنت بتستخدم كده يعني حاجة احنا مسمينها في الاساسات معامل الشكل، هما يعني هناك بقى مش فاكر كنا مسمينا ايه، بس القصة كلها ان حتى هتلاقي الكلام ده بيقولك الخازوق المعدني فقط. القصة كلها انا معامل الشكل ده ستيل، عايز تتمعن فيه وتعرف سببه قوي ارجع لتالتة ترم تاني ستيل. طيب خلاص ماشي. الخطوة الرابعة بقى نحسب حاجة اسمها عزم الخضوع ام ييلد. للخازوق المعدني على فكرة القانون ده مش خزعبلات، يعني ما هو لسه انا كاتب لك لسه ان السيجما بتساوي الام على اس، يبقى انا لو عايز اجيب الام هتبقى الام دي عبارة عن السيجما اللي هي اف ييلد اجهاد يعني في السكشن مودلس، بس عشان الخازوق ده معدني بضرب السكشن مودلس ده في الشيب فاكتور. بس ادي القانون، مش يعني دي مش خزعبلات، دي معادله النورمال ستريس اصلا. بالنسبه للخازوق الخرساني ما فيهوش شيء فاكتور، فالشيء فاكتور ده اتشال خلاص، وبقى الاجهاد بقى اسمه اف سي، اف كومبريشن، ما بقاش اف ييلد. اليلد ستريس ده حديد، اليلد ستريس ده حديد حديده يا باشمهندس، انما الاف سي دي اللي هي غالبا يعني بنقدر نقول برضو عليها الاف سي يو، اجهاد الكسر المكعب الخرسانه. خلاص بقى التيميت كومبريشن سترينث، بتتكلم على خرسانه دلوقتي. خلاص الخطوه دي سهله قوي يا باشمهندس على فكره، وبتبقى يعني زي الايه بسيطه جدا يعني. تعالى بقى ندخل في خطوه رقم 5، خطوة اسمها تحديد معامل الطول، علشان انا محتاج اعرف الخازوق بتاعي قصير ولا طويل ولا انترميديت، او طويل ولا قصير. الراجل لما درس الخوازيق وجد ان الخازوق لما بيطول قوي بيبقى قدرة تحمله الاحمال الافقية برقم، ولما بيبقى قصير بيبقى قدرة تحمل الخازوق ده للاحمال الافقية برقم تاني. يبقى اذا ده فاكتور لازم يتدرس، فالراجل درسه وطلع لنا بالملخص اللي انا بقوله لك. ايه بقى الملخص ده؟ قال لك احنا هنروح نحسب حاجه اسمها معامل الطول اللي هو البيتا او الميو، بلاش نسميها ايتا، خلينا نسميها ميو.
والقوانين دي حافظة يا باشمهندس. البيتا للتربة السي سويل الكوهيسيف سويل الطين، والميول الرمل الكوهيشنلس سويل. القانون كل حاجة فيه معايا تعويض مباشر. الجذر الرابع للكي هوريزونتال في البي، البي اللي هي قطر الخازوق او عرضه بالمناسبة، عرضه اللي هو مثلا كان واخد شكل مثلا مستطيل، انا بقول مثلا يعني، بس هو زي ما انا بقول لك في الغالب الا بتبقى خوازيق دائرية على 4 اي اي. في الرمل الجذر الخامس للكي هوريزونتال على اي اي. هتحسب معامل الطول، حسبناه، وبعدين اروح اضرب معامل الطول في طول الخازوق. لو الحسبه ده اهي اللي هي بيتا في ال اللي هي معامل الطول في طول الخازوق كان اقل من 2.25 بالنسبه للطين، يبقى الخازوق قصير. اكبر من 2.25 يبقى الخازوق طويل. طب بالنسبه للرمل اخد الميو بقى اللي انا حسبتها للرمل واضربها برضو في طول الخازوق اللي هو ال، لو ضربتهم في بعض ولقيت الناتج اقل من 2 خازوق قصير، اكبر من 4 الخازوق طويل. تقول لي وما بين 2 وال4؟ اقول لك مش هنعرف نحلها بالخطوات واضطر احلها بالمعادلات، فالحاله دي مش هينفع تجيلك في الامتحان. لازم الخازوق اللي يجيلك في الامتحان يكون يا اقل من 2 يا اكبر من 4 اللي هو معامل الطول في طول الخازوق. شوف بقى الاربع حاجات دول كل واحد من دول ليهم منحنى. خازوق قصير في تربه طينيه ده منحنى شرط كامل. خازوق طويل في تربه طينيه شرط كمان شرط. ها شرط مش شرط اللي هي ايه، شرط اللي هي بالعربي دي. ها تمام. خازوق قصير في تربه رمليه شرط، خازوق طويل في تربه رمليه شرط. يبقى انا عندي اربع شرطات كديزاين. انا معايا الاربعه بحدد انا طين ولا رمل، خازوق قصير ولا طويل، ادخل في الشرط اللي انا ايه هستخدمه في الامتحان في الغالب، عشان الشرط يعني حجمه كبير ففي الغالب هيديك واحد بس، ده لو هو اللي هيديك الايه الشرط. انما لو انت اللي هتدخل طابع الشرطات خلاص يبقى انت معاك بقى الاربعه ومجهز نفسك، وهتضطر ايه تركز انت هتستخدم انهي شرط. اوعى تبقى المساله بتاعتك مثلا خازوق قصير في تربه طينيه وتروح تستخدم الشرط بتاع الخازوق القصير في التربه الرمليه. فهو بالمناسبه انت مش هتعرف تعمل كده اصلا، وهقول لك ليه كمان شويه، بس انا بقول لك يعني اوعى تبدل، بس ركز في الخطوه دي. يعني خطوه مش تاخد منك مجهود بس غلطه فيها ممكن تبقى بجون. حددنا الشرط يا باشمهندس، نوع الخازوق قصير ولا طويل ونوع التربه. بس بنلاقي في الشرط كمان بيسألك هو ايه حالة تثبيت الرأس. بيقول لك ان الخازوق ده ممكن يبقى فيكسد من فوق، يعني في هامة او لبشة ماسكاه من فوق، وممكن يبقى عريان من فوق. لما يبقى عريان بنسميه فري هامة، ولما يبقى ممسوك من فوق بلبشة او هامة بنسميه فيكسد هيد. اكيد بالمناسبه يا باشمهندس العقل بيقول الحاله دي تقدر تشيل حمل افقي اكبر، العقل بيقول كده والشرطات هتقول كده. الفيكسد هيد بيقدر يشيل حمل افقي اكبر. هندخل بقى الشرط خلاص بنقدر نجيب الكيو التيميت، بقسمها على 2.5 علشان اجيب الامن المسموح به اللي سميناه كيو الاو.
وتبقى المسألة خلصت. طب بعد إذنك ملخص سريع كده للسبع خطوات اللي إحنا قلناها. أول حاجة بفكرك بس بسرعة تاني، حددنا المسألة بتاعتنا رمل ولا طين. تاني حاجة حسبت الكي هوريزونتال. تالت حاجة حسبت خصائص مقطع الخازوق، وعلى طول بعدها بحسب الام ييلد. يعني الخطوتين دول انا بحب اربطهم ببعض، تحسب الخصائص تحسب الام ييلد على طول. الخطوه اللي بعدها عايز احدد الخازوق قصير ولا طويل، فبحسب معامل الطول واحدد، بدخل المنحنى المناسب بحدد الكيو الاول والكيو الت. حد عنده اي مشكله قبل ما ننقل على العنوان الثالث؟ حد حابب يدردش في اي حاجة؟ حد حابب يخترع طريقة غير طريقة جروم؟ هنحاول يا باشمهندس، بس دلوقتي تمام يعني. طيب طب هو بمناسبة الحديث يا باشمهندسين، يعني نخرج بره السكشن دقيقتين بس، دقيقتين. انا لسه قايل لك من شوية في اول سلايد ان وجود قوة افقية على الخازوق بتعمل عليها زوم وشير. حد عنده فكرة مثلا العزوم والشير دي نقدر نحسبها ازاي؟ حد عنده اي فكرة عن الموضوع ده؟ حدش عنده اي فكرة؟ زي الأعمدة. هي لا مش زي الأعمدة، أصل هو هنا في طبقات تربة بقى فأنت يمين وشمال وشمال مش حاله كده يعني. بص يعني دي معلومة كده خارج سياق الموضوع. القصة ديت انت بتقدر تحسبها مانوال، يعني لو انت بتتكلم على حاجة انت درستها في كلية، انت ما درستش حاجة في كلية تقدر تحسب الكلام ده مانوال، غير اللهم كده اللي هيدخل فيكو او اللي هيدخل فيكو ايه اللي دخل فيكو خلاص، وانتوا مقرر تدخل منشأة التربة ده اللي هو مقرر اختياري. كان امتى؟ تالت الترم تاني؟ انا فاكر ان سنة تالتة الترم التاني كان في مقرر اختياري يا ديناميكا انشاءات يا اما تداخل منشات التربه اللي هو السويل ستراكشر انتراكشن. فاكرين الكلام ده ولا انتوا ده انشاءات؟ تبع عندنا ده؟ انتوا مدني عام اصلا؟ ايوه ده كان تبع معلش معلش انا بس ايه اختلط عليا الامر. ماشي. عموما يعني اللي في انشاءات واللي دخل مقرر السويل ستراكشر انتراكشن في موضوع بناخده اسمه فاينايت ديفرنس، طريقة كده يعني مملة بقى وحساباتها وقصة. يعني بنحسب بنقدر نحسب الخازوق دوت العزم والشير عليه قد ايه من الحمل الافق ده. دي طريقة بس دي طريقة مانوال. في الحالة العملية بقى لو احنا عاوزين نحل القصة دي حاجة من اتنين او حاجة من تلاتة كمان، ممكن ندخل على الساب او يعني برنامج فاينايت اليمنت اناليسيس زي الساب، وندخل الاليمنت بتاع الخازوق عادي جدا ونحط عليه قوة افقية ونعرف هنا سبرنجات. مش عارف انتوا السبرنجات دي بتترسم كده سبرنج، بنعرف سبرنجات مثلا كل متر او كل نص متر رأسي، والسبرنجات ده اهي بندخلها الكي هوريزونتال اللي انا لسه قايل لك عليها من شويه. يعني دي نفس تأثير التربه يعني. بالظبط، ان انت بتمثل التربه كسبرنجات. تمام. السبرنجات دي بتدي لها الكي هوريزونتال. ده مثلا في برنامج زي الساب. في بقى برامج زي بلاكسس وبرنامج اسمه كمان وول اب، بلاكسس او وول اب، دي برامج في السويل. وبالمناسبه يعني برضو علشان نشدكوا الموضوع ده، يعني اللي حابب في مشروع الاساسيات انا ناوي اي حد مثلا يقع تحت ايدي في القصه ديت انا هعلمها له.
عندك في برنامج برضو، عندك في برنامج اسمه وول اب وبرنامج اسمه بلاكسز. البرامج ديت بقى ما بتدخلش التربه سبرنجات، لا انت بتدخل قطاع التربه الحقيقي، بتدخل بقى التربه رمل وطين وسي وفاي وجاما والكي اكتف بكام والكي باسف بكام، بتدخل التربه بخصائصها كلها وتدخل الحمل الافقي وهو برضو يحسب لك العزوم والشيل. بس دي ملخص الموضوع. يعني انا اقدر اقول لك انت عندك ثلاث طرق دلوقتي، طريقه اللي هي فاينايت ديفرنس، بس دي بقى للي دخل تداخل منشات وتربه، المقرر بتاع انشاءات كان مقرر اختياري مالناش دعوه بيه بقى احنا في مدى العام. فبس انت بقى عندك طريقه اللي هي الساب. انا بس الفكره كلها ان انا بقول لك في الساب او برامج الفاينايت بنعرف التربه سبرنجات افقيه. في برامج بقى زي الول اب او البلاكسز خلاص انت بتدخل عادي القطاع الجورجي للتربه، بتدخله بخصائصه كامله يعني مفيش اي مشكله، وتدخل خازوق وتقول له ان انا عندي حمل ايه افقي فوق. ممكن لو حابين برفع لكم سكرين او حاجه للنتائج الول اب مع خازوق اتحل عليه قبل كده القصه دي يعني. طيب نرجع بقى لموضوعنا، خدنا ريست حلو اهو. وده اخر عنوان قبل ما ندخل في المساله. اعتقد سيكشن سهل يعني، هو اصلا المساله زي ما انا بقول لكم بتبقى سهله وان شاء الله مضمونه يعني. قدره تحمل بقى مجموعه الخوازيق. الخوازيق اصلا في الاصل يا باشمهندس زي ما انا حكيت لك في اول سلايد خالص، هي كانت هامه او كانت لبشه على خوازيق، تمام؟ فانا قايل لك احنا دلوقتي عملنا ايه، احنا دلوقتي حسبنا الكيو الاوبل سنجل خازوق واحد. طب لما اقول لك بقى، طب انا عايز اعرف اللبشه كلها اللي هي الخوازيق دي كلها تشيل قد ايه، المفروض الطبيعي جدا انك تقول لي ان الكيو الاوبل جروب المجموعه كلها عباره عن كيو الاوبل سنجل حمل الخازوق الواحد في العدد. حلو قوي الكلام ده، كلام عظيم. يقولنا برضو شوية علماء يزهقونا فشتنا ويقولونا لا يا باشا، أنا اكتشفت إن في حاجات بتخفض قدرة تحمل المجموعة، في معاملات تخفيض لازم تضربها في المعادلة دي، سموها I1 وI2. إيه يا ريس بقى معاملات التخفيض دي؟ قال لك بالنسبة لـ I1 فاحنا اكتشفنا كده ان هو بيعتمد على تقسيط الخوازيق اللي هي السبيسنج، المسافة من سنتر الخازوق لسنتر الخازوق. لو المسافة ده اهي بتساوي 3b، b اللي هي قطر الخازوق، بناخد التخفيض 4/10، 4b بناخد التخفيض نص، 6b 8/10، 8b 1. يعني بالبلدي كده واضح ان كل ما التقسيط والمسافة بين الخوازيق تزيد كل ما التخفيض يقل. واضح كده ان وجود الخوازيق ملزقة في بعض مضايقها. ده يعني معنى الكلام ده بالبلدي خالص، لما الخوازيق بتلزق في بعض بتتضايق والحمل اللي تقدر تشيله بيقل. طب ايه تاني؟ قال لك I2. طب ده بقى يا باشا بيعتمد على ايه؟ قال لك طريقه تنفيذ الخازوق. لو الخازوق اتنفذ بالدق بيبقى المعامل ده بواحد، يعني كانك ما خفضتش. لما الخازوق ده بقى بيتنفذ بالتفريغ وده الاغلب بناخد معامل تخفيض ب 75%. حلو يا باشمهندس، جميل عظيم. دخلت جبت الكيو الاوبل جروب. طيب ايه بقى الخطوه اللي بعد كده وانا حسبتها بقى ويعني خلاص كده انا خلصت؟ لا، ارجع بقى معايا الاول سلايد. كانت في عندي اف بيز محسوبه من از ايه الزلازل، وكان عندي اف ويند محسوبه من الرياح، كانت عايزه تعمل سلايدنج. ده الاكشوال، ده الفعلي اللي على الخوازيق او على مجموعه الخوازيق كلها، وده الايه الالاوبل جروب اقارنهم ببعض
اه بس اللي لقط بقى ملحوظة مني كده مهمة قوي من كام سيكشن، لما قلت لك خلي بالك بعد اذنك ان احمال الزلازل طبقا للكود المصري محسوبة ان هي احمال التيمت بمعامل امان 1.4، والكيو الاوبل جروب دي وركينج. فالخطوة اللي بعد كده ان احنا بنقارن الاول جروب ده بالاف بيز على 1.4 علشان احول الالتيميت لوركينج، او اقارنها بالاف ويند. طبعا ايهما اكبر وايهما اخطر بالنسبه لي؟ طبعا لازم الكيو الاول جروب يبقى اكبر من القيمتين. يعني لو انا جاي اف ويند مثلا ب 40 طن والاف بيز على 1.4 طلعت 50 طن، لازم طبعا ان المجموعه كلها تقدر تشيل مثلا 60 70 طن عشان اقول ان الوضع ده كده سيف. بس كده يا باشمهندس، تعالى بقى نخش في المساله. ما كده تقريبا معانا 3 مسائل ومعانا يعتبر ساعه. المسائل بقى سهله خالص يعني. أول مسألة دي المسألة اللي في تربة خزوف في تربة طينية. الراجل بيقول لك outer and inner diameters of a free head. واضح كده أول معلومة free head. High tensile steel، الخازوق كان high tensile steel. Driven يعني كان متنفذ بالدق 55 و53 سنتيمتر. قطر خارجي وقطر الداخلي. ما هي تيوب يا باشمهندس، هي تيوب ستيل، فليها نص قطر او قطر خارجي وقطر داخلي. طول الخازوق 6 متر والكيو ان كونفايند 6.6 كيلوغرام على السنتيمتر المربع. عايز الالتيميت هوريزونتال ريزيستنس، بس بالله عليك كمل الجمله. بيقول لك ان الحمل بيأثر على بعد 5.1 متر above the ground. يعني ايه؟ بص معايا في الرسمه الجايه دي، الخازوق اهو طوله 6 متر، كان في تربه كلاي، الكيو ان كونفايند ب 6.1 كيلوجرام على سنتيمتر مربع، الخازوق كان تيوب ستيل سيكشن. وبيقول لك ان الحمل هيأثر على ارتفاع نص متر من سطح الارض. المسافه دي بنسميها ايه؟ هنستخدمها في المنحنيات. بتفرق في المنحنيات الاي دي بكام؟ استنى الاذان ونرجع تاني بعد الاذان.
ماشي نكمل يا باشمهندسين كده. الجيفن بالنسبة لي في المسألة كان مديني البي اوتر نص القطر الخارجي، بي انر نص القطر، او انا اسف القطر، القطر نفسه القطر الداخلي، الدي ده بقى اللي انا كنت بقول لك اللخبطة اللي هو عملها لنا، الباي لينس اللي هو طول الخازوق، الراجل اشتغل اللي هو ده الدي كابيتال، الراجل مهنش عليه يبدل يسمي قطر الخازوق هو اللي الدي كابيتال، والبي دي يعملها هي طول الخازوق. لا فزي ما احنا بقى عشان ما نتلخبطش، البي يا باشمهندس اكتبها ملحوظة، ان شاء الله اكتبها ملحوظة لنفسك عشان وانت بتذاكر، البي ده قطر الخازوق، الدي كابيتال ده طول الخازوق. تمام. طيب الكيو انكونفايند، هو قال لك بستة من عشرة كيلوغرام على سنتيمتر مربع، وانا قايل لك بعد اذنك اشتغل المسألة دايما بايه؟ بالكيلو نيوتن والمتر تربيع، او كيلو نيوتن ومتر وحداتك في المسألة كلها. طب التحويلة دي نجيبها ازاي؟ سهلة، ستة من عشرة كيلوغرام على سنتيمتر مربع دي يعني ستة طن على المتر مربع. المفروض ان انت عارف التحويلة دي من اول ما خدت اساسات، اكتر تحويلة بنستخدمها. طن على المتر مربع، تحويلة الطن من كيلو نيوتن بتضرب في 10، يبقى 60 كيلو نيوتن على المتر مربع. الاي بنص متر، اللي هي المسافة الاكسنتريستي اللي فوق دي، كان الماتيريال بتاعتك ستيل. أول خطوة يا باشمهندس تحديد نوع التربة. التربة بتاعتي كلاي، والكيو ان كونفايند كانت ب 60 كيلو نيوتن على المتر مربع. وانا قايل لك ان القانون اللي بيربط السي بالكيو، ان السي بتساوي كيو ان كونفايند على 2، او الكيو عباره عن 2 سي، يبقى 60 على ال 2 او 6 من 10 على ال 2 لو اشتغلت بالكيلو جرام، يعني تطلع في الاخر ان السي 30 كيلو نيوتن بر متر سكوير. يبقى دي اول خطوه، بقول ان التربه بتاعتي طين كلاي، وبحدد الكيو طلعت ب 60 كيلو نيوتن على المتر مربع، والسي طلع ب 30 كيلو نيوتن على المتر مربع. دايما لما تبقى التربه طينيه بقول ان التربه طين وبجيب كيو سي. دي اول خطوه. تاني خطوه عايز اجيب الكي هوريزونتال، بفكرك كان قانون 80 في ايتا 1 او ان 1 ان 2 كيو ان كونفايند على البي. طب البي ده قطر، طب تقول لي بقى القطر الكبير ولا القطر الصغير، يعني القطر الخارجي ولا الداخلي، لان دي تيوب، كانت تيوب، فانهي قطر بقى يا باشمهندس؟ احنا دايما لما تلاقي ان القانون فيه قطر دايما هناخد القطر الخارجي الاوتر دايما. هيلزمك ال N1 وال N2 من الجداول. الكيو ان كونفايند كانت بكام؟ كانت ب 60، 60 يعني ما بين 48 و 191، يبقى ال ان 1 ب 36 من 100. البايل ماتيريال كانت ستيل، يبقى ال ان 2 كانت ب 1. ادي 36 من 100 وادي ال 1. تعويض مباشر خلاص. الايتا 1 كانت ب 36 من 100. ال N2 او الايتا 2 كانت بواحد. ال Q unconfined على البي اوتر ب 60، ده ال Q unconfined 60، والبي اوتر كان 55 من 100 متر في 80، اللي هي ال 80 اللي بره دي. تعويض مباشر خلاص، هجيب ال Q horizontal بوحدات. حد عايز يسأل؟ وحضرتك قلت بناخد البي اوتر ليه؟ مش ليه، هو احنا دايما لما يبقى عندك قطر خارجي وقطر داخلي والقانون فيه قطر دايما هناخد القطر الخارجي. ماشي تمام. او
اهو تعويض مباشر خلاص، اجيب الكي هوريزونتال بوحدات ايه؟ الكيلو نيوتن بير متر كيوب. وحدات على فكره الكي، انا قايل لك ان القانون هو عباره عن ستريس على ديسبيسمنت ازاحه. الاستريس كان بوحدات الكيلو نيوتن بير متر سكوير، والازاحه كانت بوحدات المتر، يبقى وحدات الكي هتبقى كيلو نيوتن بير متر كيوب. ندخل على ثالث خطوه كده، تاني خطوه خلصت. تالت خطوه خصائص مقطع الخازوق. اول حاجه الخازوق ستيل، انا بجيب ثلاث حاجات اي واي واس، ولو الخازوق ستيل بجيب حاجه كمان اللي هي الشيب فاكتور. اول حاجه الاي مش جيفن، هي ما كانتش جيفن في المساله، بس انا حافظها 2 في 10 اس 8 للستيل. الاي عزم القصور الذاتي لمقطع دائري، بس مقطع دائري مفرغ هيبقى عباره عن باي على 64. القطر اللي هو البي، بي سمول اوتر اس 4 ناقص البي انر اس 4. حد عنده مشكله في القانون ده؟ انت بتحسب عزم قصور ذاتي بس لتيوب، فبتحسب للدايره اللي بره وتطرح منها عزم القصور الذاتي للدايره اللي جوه. يبقى باي على 64 في بي اوتر اس 4 ناقص بي انر اس 4. حسبت الاي. بعد كده هروح احسب السكشن مودلس اللي انا قايل لك عباره عن اي اكس على واي او اي على واي. طب والواي بكام؟ قلت لك برضو من شويه المفروض ان دي الواي. الواي دي يعني هتساوي هنا ايه؟ هتساوي بي اوتر على 2. فبي اوتر على 2 جبت الواي ب 0.275 متر. يبقى الاس عباره عن عزم القصور الذاتي اللي انا لسه حاسبه مقسوم على الواي. جبت السكشن مودولس برضو وحداته هتبقى بالمتر كيوب، كيوبك متر، متر مكعب. ليه؟ لان هو محسوب من متر اس 4 اللي هو عزم القصور الذاتي مقسوم على واي اللي هو بوحدات المتر. يبقى متر اس 4 على متر يديك متر تكعيب. يتبقى لك حاجه واحده اللي هي معامل الشكل، قطاع دائري ستيل معامل الشكل بواحد وثلاثه من عشره. ندخل على طول في الخطوه الرابعه الام ييلد، هتبقى عباره عن الشيب فاكتور في الاف ييلد في السكشن مودلس واحد وثلاثه من عشره. الاف ييلد بكام؟ هي كانت جيفن في المساله بس ما كانش شرط يديها لك. ما هو بيقول لك يا باشمهندس هاي تنسايل ستيل جريد 360 مثلا، جريد 360 يعني 360 ميجا باسكال. ال 360 ميجا باسكال لما تحولها لكيلو نيوتن ومتر يعني كيلو باسكال هتلاقيها 360,000 اللي هو الرقم ده. الرقم ده يا اما كان يبقى جيفن يا اما بتحفظه. جاي منين؟ 360 ميجا باسكال الهاي تنسايل ستيل بتاعك الجريد اللي هو 360 بتحولها لكيلو باسكال، فبتبقى الوحده بتحولها بتخليها 360,000. السكشن مودلس انا لسه حاسبه ب 2.4 في 10 اس سالب 3، هلاقي ان الام ييلد بوحدات الكيلو نيوتن متر 1053. اللي بعد كده بروح احسب معامل الشكل علشان اعرف الخازوق طويل ولا قصير. وبما ان التربه طين فانا بحسب بيتا. والقانون انا حافظه. الجذر الرابع للكي هوريزونتال بي على 4 اي اي. كي هوريزونتال معايا. البي القطر الخارجي دايما بنشتغل اوتر،
يبقى 55 من 100 على 4 في الاي 2 في 10 اس 8 معايير المرونه بتاع الحديد. الاي عزم القصور الذاتي اعوض تعويض مباشر كل حاجه معايا مجهز انا كل حاجه. تطلع التعويضه دي ان البيتا ب 0.243 اضربها في طول الخازوق اللي هو 6 متر يديني ان اللينث فاكتور او معامل الطول بواحد وشويه ودي اقل من 2.25 يبقى الخازوق قصير. وده كان باين اصلا في المساله ان الخازوق كان طوله 6 متر بس ما تحكمش عليها بالشكل، احكم عليها انك ضربت البيتا في 6 وتقارنها بال 2.25. ندخل بقى على الشرط. الشرط هدخله بدلاله معلومتين، ان انا خازوق قصير في تربه طينيه الاقي ان ده الشرط لما افتح الخازوق القصير في التربه الطينيه والاقي ان انا عندي شويه منحنيات لفيكسد هيد او منحنى واحد انا اسف للفيكسد هيد ومنحنيات كتير كده جنب بعض للفري هيد. المساله بتاعتي فري ولا فيكسد؟ المساله بتاعتك كانت فري. يبقى اذا مبدئيا كده انا مش هشتغل على الراجل الطيب اللي فوق ده، انا هشتغل على واحد من الباقيين. ادخل على الباقي الاقي ان انا عشان اشتغل باي واحد فيهم محتاج قيمه الاي على البي. الاي اللي هي الاكسنتريستي فاكر جبناها في اول المساله كانت بنص على البي اللي هو قطر الخازوق. فتعال نحسب الاي على البي، نص على قطر الخازوق اللي هو 55 من 100. قلت لك بقى خلاص دايما هنتعامل مع القطر الخارجي، يطلع الرقم ب 9 من 10. الاقي ان انا عندي منحنى لصفر ومنحنى للواحد ومنحنى للاثنين والاربعه والثمانيه وال 16. يعني ال 91 من 100 ده تقريبا بتساوي الواحد. يعني انا اقدر اشتغل على المنحنى ده اللي هو تاني منحنى من فوق. ده اللي انا هشتغل عليه دلوقتي. خلاص يبقى انا كده حددت المنحنى بتاعي بدلاله ان هو فري هيد وبدلاله الاي على بي. ابص بقى المنحنى الافقي هلاقي ان هو بيقول لك الدي على بي بكام؟ الدي اللي هو طول الخازوق على بي اللي هو قطر الخازوق بكام؟ احسبها طول الخازوق كان بستة والبي كان ب 55 من 100 تطلع 10 او 10.9 يعني تقريبا 11 يعني تقريبا هنا اطلع راسي لغايه ما اهبط في المنحنى واجي افق هتلاقي ان تقريبا القيمه دي ب 26 تقريبا. وبيقول لك ان ال 26 دي هتبقى عباره عن الكيو التيميت على السي يو في البي تربيع. يبقى الكيو التيميت على السي يو في البي تربيع من الشرط بتساوي 26. يبقى انا لو ضربت ال 26 في السي بتاعت التربه في قطر الخازوق متربع هيديني الكيو التيميت. وده بالفعل اللي عملناه هنا 26 في 30 كيلو نيوتن بير متر سكوير في 55 من 100 تربيع اللي هو قطر تربيع يديني ان الكيو التيميت اللي الخازوق يقدر يشيله ب 235.95 كيلو نيوتن. يبقى الالاوبل قاسم على 2.5 يبقى الالاوبل 94 كيلو نيوتن. بالمناسبه الرقم ده يعني قد ايه؟ يعني بنتكلم تقريبا في 9 طن. 9.438 طن. لاحظ الفرق. السكشن اللي فات كنت بقول لك الخازوق يقدر يشيل راسي احمال راسيه 60 طن و70 طن و90 طن راسي، انما افقي بقى خازوق طبعا بيشيل اقل 9.438. ودي برضو بالمناسبه خارج سياق الموضوع اقول لك برضو على معلومه ليك.
ده برضو اوقات بيشدنا ان انا لو عايز اصمم الخازوق انه يشيل حمل افقي مخصوص اعمله مايل، ادق الخازوق او انفذه في التربه مايل، لان كل ما انا بميل الخازوق كل ما يقدر يشيل حمل افقي اكبر. فلو انت عندك تطبيق عاوز الخازوق اصلا مخصوص يشيل حمل مايل، اوقات بنميله، او انا اسف، تطبيق يشيل حمل افقي اوقات بنميله في ايه، في قلب التربه. السلايد ديت بس انا بوضح لك، كبرت لك شويه رسمه وبوضح لك شويه احنا عملنا ايه. طلعنا من دي على بي ب 11، لقينا ان القيمه على راسي تقريبا هتلاقيها 26. حد عنده مشكله في المساله دي؟ مساله كده خلصت. المساله الثانيه مش هقراها معاك بقى، هي خلاص القرايه سهله. هي مساله تربه رمليه، لما تقرا المساله هتلاقي اداك البيانات كالاتي: طول الخازوق 16 متر، كان الخازوق فيكسد هيد، الفاي ب 35 درجه، الجاما ب 18 كيلو نيوتن بر متر كيوب، وقطر الخازوق كان 55 من 100 متر. واضح برضو ان هو كان ستيل. خلي بالك، معلش بقى، انا اسف، دي غلطة، هو كان خازوق ستيل ليه قطر خارجي وليه قطر داخلي، فعدل معايا دي بس. ممكن تخلي خمسة، يعني ارسمها، يعني الغي خالص ده وارسم القطاع ان هو تيوب سيكشن واللي بي اوتر واللي بي انر. ايه بي اوتر وبي انر، تمام. البي اوتر ب 50 سنتي، البي انر ب 48 سنتيمتر، طول الخازوق 16 متر، الفاي ب 35 درجه، الاف ييلد كانت جيفن، رغم ان انا قايل لك مش شرط تبقى جيفن، انت المفروض تبقى عارف ان ده هايت انصاير ستيل، يعني 360 الف كيلو نيوتن على متر مربع. الاف ييلد كان فيكسد هيد. نفس الخطوات بتتعاد بس التربة بقت رملية. فأول خطوة تحديد نوع التربة، التربة كانت رمل. طيب زمان لما كانت طين كنا بنجيب السي والكيو. هنا وانت بقى في الرمل بتجيب الكي باسف. الكي باسف اللي هي ده، بس معلش هستأذنك ارجع لي برضو خطوة لورا. احنا هنجيب دلوقتي بالنسبة للرمل الكي باسف، بس في حاجة كمان هنجيبها، هي ايه؟ الكي هوريزونتال. لو انت فاكر في اول السكشن لما قلت لك هنحسب الكي هوريزونتال اللي هو معامل رد فعل التربة الافقي للرمل، قلت لك بنجيبه من جدول على طول مباشرة بدلالة هل التربة بتاعتك لوز ولا ميديوم ولا دنس، وبدلالة منسوب المياه الجوفية هل انت اباف ولا بلو الووتر جراوند او جراوند ووتر. بتدخل بدلالة المعلومتين دول تجيب الكي هوريزونتال من الجدول مباشرة. اول معلومة انا عارفها، انا ما عنديش ميه في المساله، يبقى انا اباف جراوند ووتر تيبل. تاني معلومه بقى، هو الرمل بتاعي لوز ولا ميديوم ولا دنس، احكمها ازاي دي يا باشمهندس؟ قال لك الصح قوي، يعني ان الكود المصري بيديك جدول، ده الكود المصري الاساسات بقى مديك جدول ما بين او بيربط ما بين الانترنال فريكشن انجل اللي هو الفاي وما بين الريلاتيف دينستي.
الفايل بتاعتك في المسألة كانت 35 درجة، فلما تدخل في الجدول هتلاقيها ما بين 32 و36، تلاقي ان الرمل ده يبقى ميديم دنس. يبقى ميديم دنس دي جت منين؟ ما جاتش هباء كده، ده جت من جدول موجود بالكود المصري. طيب في الامتحان يا هيذكرها لك صريحه في راس السؤال ان الرمل ده ميديم او دنس او لوز صريحه، يا اما هيديك الجدول، يا اما بقى لو انت مش مهندس تشتغلها، يعني افرض هو في الامتحان لا اداك الجدول ولا اداك الجدول ولا قال لك كمان تصنيف التربه هي لوز ولا ميديوم ولا دنس، لا قال لك كده ولا قال لك كده، احفظها. المتوسط الكثافه بيبقى من 32 ل 36 درجه، اقل من 32 انت بقيت لوز، اعلى من 36 انت بقيت دنس. الكلام ده لو ايه؟ لو ما ادالكش الجدول ولا قال لك تصنيف الرمل في راس السؤال. طيب المعلومه اللي انا قلت لك بنجيبها اللي هي الكي باسيف، الكي ده 1 زائد ساين فاي على 1 ناقص ساين فاي، معلومه قديمه. الفاي كانت ب 35، هنعوض تطلع الكي باسيف ب 3.69. اول خطوه كده خلصت. تاني خطوه الكي هوريزونتال، خلاص بقى يا باشمهندس احنا طلع عنا في تصنيف التربه دلوقتي السويل دنسيتي واباف جراوند ووتر تيبل، التربه بتاعتي ميديوم واباف جراوند ووتر تيبل، يبقى اذا الكي هوريزونتال ب 8143 كيلو نيوتن بير متر كيوب. خصائص مقطع الخازوق ستيل الاي ب 2 في 10 اس 8 باي على 64، البي اوتر اس 4 ناقص البي انر اس 4، القطر الخارجي اس 4 ناقص القطر الداخلي اس 4 لانه تيوب. نجيب عزم الكسور الذاتي السنشن مودلس اي على واي، والواي عباره عن نص القطر الخارجي يعني بي اوتر على 2 تطلع بربع، يبقى السكشن مودلس عباره عن عزم الكسور الذاتي على ربع، يطلع السكشن مودلس ب 1.85 في 10 وسالب 3 متر تكعيب. الشيب فاكتور اللي بجيبه لو الخازوق كان ستيل، انا الخازوق بتاعي تيوب، يبقى الشيب فاكتور ب 1.3. خلصت البايل بروبرتيز، ادخل على طول خبط لازق اجيب المويل ام ييلد، هيبقى عباره عن شيب فاكتور في اف ييلد في سكشن مودلس، ف 1.3 في 360,000 في السكشن مودلس اللي هو الاس اللي انا لسه حاسبها، يديني الام ييلد ب 865 كيلو نيوتن متر. حد عنده اي مشكله؟ كلام سهل. معامل الشكل انا رمل، يبقى المره دي بحسب ميو. قانون ميو الجذر الخامس كي هوريزونتال على اي اي، معايا ومجهز كل حاجه. تي الكي هوريزونتال اهي، الاي اهي، والاي اهي. جبت الميو، ضربت الميو في طول الخازوق اللي هو 16 متر، طلع 9 وشويه. بقارنه بالاربعه والاثنين، اقل من اثنين يبقى شورت، اكبر من اربعه يبقى لونج، كان اكبر من اربعه يبقى لونج باي. اروح على الشارت بدلاله حاجتين، أنا خازوق طويل والتربة بتاعتك تربة رملية، آدي الشرط. الشرط ده كنت قايل لك أنا في أول السكشن في الغالب أنت مش هتتلخبط بين المنحنيات. ليه؟ لأن في الشرط ده هتلاقي فيه كي باسيف. الكي باسيف دي ما بتتحسبش غير للرمل. والشرط بتاع الطين لو تفتكر في المساله اللي فاتت هتلاقي ان الراسي ده عن كيو التيميت على السي في البي تربيع،
والسي ما بتتحسبش غير للطين بس. فانت باذن الله مش هتتلخبط في الخطوه بتاعه تحديد المنحنى ده. حتى لو اتلخبطت كانت المساله الطين وانت دخلت في منحنى الرمل هتلاقي ان الراس فيه كي باسيف، فتاخد بالك ان انت غلطت. او العكس، لو كان الشرط بتاعك رمل وانت دخلت في طين هتلاقي ان الراس فيه سي فيه كوهيشن والرمل ملوش كوهيشن، فتعرف ان انت غلطت. فما فيش اي احتماليه باذن الله انك تغلط. لو غلطت ودخلت منحنى غلط المفروض تاخد بالك لما تبص على الراس هو فيه كي باسيف ولا فيه سي. دخلت الشرط الدلاله معلومتين خازوق طويل وتربه رمليه، هو ده الشرط. الاقي كالعاده منحنى للفيكسد هيد ومنحنيات كتير جنب بعض للفري هيد. انا فيكسد ولا فري؟ انا كنت فيكسد، خلاص يبقى هو منحنى واحد، هو المنحنى ده اول واحد خالص فوق. اشوف الافقي من فوق بقى، ايه المطلوب؟ عايز الام يلد 4 في الجاما في الكي باسيف، احسبها. الام يلد انا هحسبها، الجاما ب 18، وبعد اذنك خد لي من ال 18 دي كده سهم واكتب لي عليها الاتي: تؤخذ جاما سبمرجد في حاله وجود المياه الجوفيه. لو المسألة بتاعتك كانت فيها مية جوفية هيحصل حاجتين. أول حاجة إن أنت وأنت بتحسب الكي هوريزونتال هتاخد الرقم ده مش الرقم ده. تاني حاجة إن لما تيجي تتعامل مع المسألة وتعوض عن الجاما مش هتعوض ب 18 بقى، هتعوض ب 8 اللي هي جاما سبمرجت. فدي ملحوظة كتبتها ورايا، تؤخذ جاما سبمرجت في حالة وجود منسوب مياه جوفية. طيب البي أس 4 اللي هو القطر أس 4 الكي باسف كان 3.69 حاسبين، طلع الرقم ده بكام؟ 200 وشوية. 200 وشوية يعني ايه؟ ده ادي المية اهي، ال 200 وشوية يعني تقريبا هنا. هنزل راسي لغاية مخبط في المنحنى، امشي افقي هلاقي تقريبا ان الرقم ده كيو التيميت على الجاما في بي تكعيب في الكي باسيف طلع ب 90. اضرب ال 90 في الجاما في الكي باسيف في البي تكعيب علشان اجيب الكيو التيميت. 90 في الكي باسيف 3.69 في نص تكعيب في الجاما اللي هي ب 18 يديني 700 وشويه كيلو نيوتن. اقسم على فاكتور سيفتي ب 2.5 تطلع 298 كيلو نيوتن. يعني برضو عشان تحس الرقم، يعني لو انت عاوزه الرقم ده بالطن هيبقى 29.9 طن. كالعاده خدت لك الشرط زوم عليه ووريتك احنا عملنا ايه بالظبط عشان نقرا القيمة دي كانت بكام. هتلاقيها تقريبا ب 90. تاني مسألة خلص، فضل لنا مسألة. حد عنده اي سؤال قبل ما ندخل في اخر مسألة؟ اخر مسألة. تمام اخر مسألة خازوق، هي مش خازوق بقى، هو 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 مديك لبشة المراضي او بايل كاب. بيقول لك اللبشة مرتكز على 24 خازوق، مديك القطاع الجيولوجي للتربة، واضح ان فيها رمل وواضح ان فيها كلي، مش هينفع كده. احنا ايه بنضحك على بعض. بروم قال لك لازم يا رمل بس يا طين بس.
الراجل بيقول لك احسب لي برضو الخازوق الواحد يقدر يشيل قد ايه، وبعد كده يبقى احسب لي البايل كاب كلها تقدر تشيل قد ايه، بدلاله معلومه ان البايل كاب دي كان فيها 24 خازوق. فدلوقتي القصه بقى ان انا تحايل بقى على الموضوع يا باشمهندس، هو بروم عايز تربه واحده نخليها له تربه واحده ازاي؟ قال لك نحول الرمل ده لطين، او نحول الطين ده الرمل بحيث ان يبقى التربه كلها رمل بس او طين بس. طب مين اللي يحكمك؟ تحول الرمل لطين هنا ولا نحول الطين هو اللي رمل؟ قال لك حول الطبقه الصغيره للطبقه الكبيره. الكلي هنا كان الدبس بتاعه وعمقه 5 متر، والساند او الرمل عمق بتاعه او الدبس 3 متر، فواضح ان الرمل عمقه اقل من الكلي، ده 3 وده 5. يبقى في المساله دي احول الرمل هو اللي حوله لكلي. تمام، يبقى انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز احول الرمل لكلي. طب هتحوله ازاي؟ بحوله بحيث ان انا في فاكر مقاومه التماسك الشير سترينث كان بيبقى عباره عن سي زائد سيجما داش فيرتيكال تان فاي، دي مقاومة التماسك. لو انا كنت عاوز احسب مقاومة التماسك سي زائد سيجما داش فيرتيكال تان فاي، سيجما داش فيرتيكال ده اللي هو الافكتيف فيرتيكال ستريس، وزن عمود التربة، لازم التاو او الشير سترينث الاولد يساوي التاو نيو. لازم التربه القديمه مقاومه القص ليها تساوي التربه الجديده. طب التربه القديمه كانت مقاومه القص بتاعتها بكام؟ هل التربه القديمه اللي هي الرمل اللي انا هحوله دلوقتي لكلي كان ليها سي؟ ما تكتبش ورايا الكلام ده، هتلاقيه مكتوب دلوقتي، انا بس احل معاك يعني يدوي. هل كان ليها سي؟ ده رمل ليها فاي بس، يبقى سي بصفر زائد سيجما داش فيرتيكال وزن عمود التربه. طب انا هحسب وزن عمود التربه فين؟ قال لك بروح احسبه عند منتصف الطبقه. وزن عمود التربه ده عباره عن جاما اتش، وانا ما عنديش ميه جوفيه، فهاخد الجاما بواحد وثمانيه من عشره جيفن في المساله اهي، في الاتش اللي هي المسافة من هنا لهنا لغاية منتصف الطبقة اللي هي نص التلاتة يعني واحد ونص متر، ده السيجما داش فيرتيكال. هنضرب الكلام ده في تان فاي اللي هي تان تلاتين، أساوي الكلام ده بقى بمقاومة القص الجديدة. مقاومة القص الجديدة دي مقاومة قص الطين. هل الطين ليه فاي؟ لا، ده انا عايز الغي الفاي اصلا، بس الطين هيبقى ليه سي، فاقوم كاتب هنا سي نيو. فاذا من المعادله دي لما اضرب 1.8 من 10 في 1.5 في 10 30 هيديني على طول السي نيو. بس هو هنا مسمي التاو اولد بتاو اكشوال الفعلي الحقيقي. كانت السي بصفر، السيجما داش فيرتيكال كانت 1.8 من 10 في 1.5، ما تنساش انك بتروح تحسبها عند منتصف الطبقه، خد سهم واكتب لنفسك محسوبه عند منتصف طبقه الرمل في تان 30، يطلع الرقم ده بواحد وستة من عشرة طن على المتر المربع.
الرقم ده هاخده واساويه بمقاومة القص الجديدة اللي هي هتبقى عبارة عن تاو نيو اللي هي عبارة عن طين بس، يعني ليها سي وملهاش فاي. تطلع سي بواحد وستة من عشرة طن على المتر مربع. يبقى انا اقدر اروح اشطب على الساند واكتب كلاي القامة بتاعته بواحد وثمانية من عشرة، هي القامة مش هتتغير، هي نفسها القامة بس السي بواحد بوينت خمسة خمسة تسعة طن على المتر مربع. تمام زي الفل. قول بعدين ممكن تعيد الواحد وثمانية في واحد ونص. الواحد وثمانية في واحد ونص دي فيرتيكال بس الافكتيف اللي هو وزن عمود التربة كنا بنقول هي عبارة عن سميشن الجاما في الاتش. فيرتيكال ستريس عادي خالص، سيجما داش فيرتيكال عبارة عن جاما في اتش، كثافة التربة في الارتفاع اللي هو الاتش. فانا بقول لك طيب الاتش ده الجاما معروفه، الجاما بواحد وثمانية من عشرة طن على المتر مكعب جيفن ما فيهاش اي مشكله. الاتش بقى اخد الارتفاع اللي فين او العمق اللي فين؟ فبقول لك دايما بنحسب السيجما داش فيرتيكال ده عند منتصف الطبقه اهي، طبقه الرمل اللي هي عمقها 3 متر، المنتصف او السنتر لاين بتاعها فين؟ في النص اللي هو السنتر لاين اللي انا برسمه لك ده. يبقى العمق لغايه منتصف الطبقه لغايه هنا اللي هو النص في 3 متر يعني 1.5 متر. يبقى جاما اتش دي عباره عن 1.8 اللي هي الكثافه في 1.5 متر اللي هو العمق لغايه منتصف الطبقه. غلط؟ تمام يا هندس شكرا. تمام دلوقتي يا باشمهندس خلاص احنا دلوقتي حلوه قوي التربه كلها دلوقتي بقت طين، الساند ده انا شطبت عليه خليته طين والفاي دي شطبت عليها وخليتها سي وحسبتها خلاص. ادخل بقى احل ثانيه واحده ايه تاني؟ هو دلوقتي انا بحتاج في الشغل بتاعي قيمه الجاما وقيمة السي. فأنا دلوقتي عندي قيمتين جاما، 1.8 فوق وواحد 1.75 تحت، وعندي قيمتين للسي 1.6 فوق وثمانية من عشرة تحت. طب وبعدين ما أنا عايز جاما واحدة وسي واحدة. فقال لك علشان كده بنضطر نجيب متوسط، نجيب جاما واحدة وسي واحدة تبقى متوسط، بس متوسط موزون متاخد فيه في الاعتبار سمكات الطبقات ده اهي. فبتبقى الجاما افريج عبارة عن الواحد وثمانية من عشرة اللي هي الطبقة اللي فوق في سمكها اللي هو التلاتة متر زائد الواحد 1.75 في سمكها اللي هو 5 متر وتقسم على الدبس كله اللي هو 3 زائد 5 اللي هو 8 متر يديك قيمة الجاما افريج. بالمثل تماما هنجيب السي افريج. هيبقى عبارة عن الواحد بوينت خمسة خمسة تسعة مضروبة في السمك اللي هو تلاتة متر زائد التمانية من عشرة. خلي بالك ده دي بوحدات الكيلو جرام يعني تمانية طن على المتر مربع، فعشان كده تلاقي بيقول لك زائد تمانية في الخمسة على التلاتة زائد خمسة اللي هي التمانية. متوسط موزون كل واحد بيتضرب في سمك الطبقة بتاعته. حد عنده مشكلة في القصة دي؟
تمام. الرسمه بتاعتنا كانت فيكسد هيد، كان خازوق خرسانه، فهو خازوق مصمت مش تيوب بقى، خازوق مصمت خرسانه قطره 60 سنتي، كان مديك التقسيط بين الخوازيق 180 سنتي، طول الخازوق 8 متر، السي افريج اللي انا لسه حاسبها وحدات الكيلو نيوتن على المتر مربع 55.8، الاف ييلد المره دي انا بتعامل مع خرسانه، لو انا فرضت ان الاف سي يو كان ب 30 ميجا باسكال هلاقي ان الاف ييلد هي مش اف ييلد بقى معلش، اكتب غير الواي دي خليها سي اف كومبريشن، يبقى الاف كومبريشن ب 30000 وحدات الكيلو نيوتن على المتر مربع، دي كانك بتقول اف سي يو ب 30 ميجا باسكال. عدد الخوازيق كان 24 خازوق. خلاص المساله يا باشمهندس بقت قديمه، مساله رجعنا خلاص حولناها لمساله تربه طينيه. ليه اول مساله حلناها في السكشن فيكسد هيد؟ تحديد نوع التربه، التربه كانت كلاي، السي افريج كان 55.8، يبقى الكيو ان كونفايند 2 في سي يعني 111.6 كيلو نيوتن بير متر سكوير. التربه كلاي بحسب بالكيو والسي، لما التربه بتبقى رمل بحسب بس الكي باسف. ده في اول خطوه خالص. الخطوه الثانيه كي هوريزونتال، قانون 80 ان 1 ان 2 كيو ان كونفايند على البي اوتر، قانون انا حافظه، ادخل اجيب ال N1 بدلالة ال Q unconfined هلاقيها ب 36%، N2 ال biomaterial concrete يبقى 1.15%. اعوض تعويض مباشر، ال N1 جبتها، N2 جبتها، Q unconfined معايا، قطر خازوق كان 60 سنتي اللي هو 6.10 متر، الاقي ال K horizontal بالرقم ده وحداته كيلو نيوتن على المتر المكعب. ثالث خطوة، خصائص مقطع الخازوق يا باشمهندس، البايل بروبيرتس، خرسانة عيلك احفظها علشان لو ما كانتش جيفن، 2.2 × 10⁻⁷، حفظ. ها المرة دي مط باي على 64 في القطر أس 4 يطلع بالرقم ده. السكشن مودلس اي على واي، الواي بشيل الدي دي اكتب مكانها بي عشان ما نتلخبطش، دايما الاقطار عوضنا عنها بي, بي, بي سمول زي بروم. الواي اللي هي زي ما انا اتفقت معاك نص قطر الخازوق ب 6.10 × 2 يعني 3.10 متر، اقسم عزم القصور الذاتي على 3.10 يديني السكشن مودلس بوحدات المتر المكعب. هل هنا في معامل شكل؟ لا، اوعى تتلخبط وتجيب لي رابع حاجه. قلت لك رابع حاجه معامل الشكل في حاله ان الخازوق كان ستيل، الخازوق هنا خرسانه، مفيش معامل شكل يا باشمهندس. خش على طول في الام ييلد. الام ييلد عباره عن اف كومبريشن في السكشن مودلس، يعني 30000 اللي هي 30 ميجا باسكال يعني في السكشن مودلس اللي انا لسه حاسبه، يطلع الام ييلد 636 كيلو نيوتن متر. الخطوه اللي بعد كده عايزين نحسب معامل الطول. معامل الطول مش معامل الشكل. الحسابات مظبوطة ما تقلقوش، يعني انا مراجع الحسابات بس الغلطات بس الاملائية دي اللي ممكن تبقى واردة يعني، لكن الحسابات نفسها انا مراجعها.
هتروح تحسب البيتا، لان انت التربة بتاعتك كلاي بتحسب البيتا او بتحسب بيتا للكلاي، الرمل بتحسب له ميو، قانون البيتا والميو انت حافظه، تعوض تعويض مباشر. الكي هوريزونتال انت جايبها، قطر خازوق 60 سنتي، الاي انت جايبها للخرسانه 2.2 في 10 اس 7، الاي عزم القصور الذاتي انت حاسبه، جبت البيتا اضربها في الدي كابيتال اللي هو طول الخازوق اللي هو 16 او 8 متر في المساله دي، يبقى 0.285 في 8 يطلع 2.28 يا دوبك اكبر من 2.25، يبقى الخازوق ده لونج باين. يبقى انا عايز الشرط خازوقه طويل في التربه الطينيه. حالة الرأس كانت فيكسد، يبقى انا هستخدم اول منحنى فوق. ابص على الشرط، انت عاوز مني ايه؟ عاوز منك قيمة الام ييلد على السي اندريند في البيتا كعيب، نحسبها له. الام ييلد انا حسبها، السي اندريند دي اللي هي السي افريج اللي انا حسبتها من شوية، البي اللي هو القطر تكعيب، جبت الرقم ب 52 تقريبا هنا، اطلع راسي لقيت مخبط في المنحنى، هتخبط هنا اهو اللي هو تقريبا عند 30، يبقى الكيو التيمت على السي في البيتا ربيع ب 30، اضرب ال 30 في السي اللي هي 55.8 اللي هي السي افريج في القطر تربيع، اجيب الكيو التيمت، اقسمها على 2.5 علشان اجيب الكيو الاول، تطلع الكيو الاول بوحدات الكيلو نيوتن 241 او بوحدات الطن 24 طن. ناقص لي مطلوب بس يا باشمهندس هختم بيه، هو كان بيقول لك ان دي لبش على خوازيق او بايل كاب فيها 24 خازوق، عايزين نجيب قدرة تحمل المجموعة كلها، يبقى قدرة تحمل الخازوق الواحد في عددهم في اي واحد في اي اتنين، الان ده العدد، الاي واحد ده معامل التخفيض اللي بيعتمد على التقسيط، الاي اتنين ده معامل التخفيض اللي بيعتمد على طريقة تنفيذ الخوازيق. طيب طريقة تنفيذ الخوازيق هنا الأول كانت إيه؟ كانت تفريغ، هو قايل لك في المسألة اللي هو بور ذا بايل، يبقى الأي 2 ب 75%، طيب لو كان ده كان هيبقى واحد، طيب الأي 1 بيعتمد على التقسيط، هو التقسيط كان بكام؟ هو قايل لك في المسألة إن التقسيط ب 180 سنتي، قطر خازوق كان كام؟ 60 سنتي. ايه علاقة التقسيط بقطر الخازوق؟ تلات امثال. السبيسنج التقسيط كان عبارة عن تلات مرات القطر. ال 180 دي عبارة عن 60 في 3. يبقى الاي واحد هاخدها ب 4.4. يبقى اذا انا باشمهندس قدرة المجموعة عبارة عن 24 اللي أنا لسه حاسبها دلوقتي اللي هي قدرة الخازوق واحد فعددهم 24 في 4.10 في 75% يديني إن المجموعة كلها تقدر تشيل 173 طن أفقي، حمل أفقي على المجموعة. الرقم ده زي ما أنا قلت لك تاخده بقى فيز على 1.4 او الاف ويند، ايهما اكبر يعني؟ شوف مين الكبير، الرياح ولا الزلازل، وتقارنه بالكيو الاول جروب. طبعا لازم عشان المساله تبقى سيف ان الكيو الاول جروب يكون اكبر من حمل الرياح وحمل الزلازل عشان تبقى المساله بتاعتك سيف. مهندس معلش، الاي 2
بتقول ايه الاي 2؟ عايز اقولها لك. هقولها تاني كده بعد اذنك. الاي 2 دي اللي بتعتمد على طريقه تنفيذ الخازوق، هتلاقيها موجوده في الشرح في الاول. لو الخازوق بتاعك اتنفذ بالتفريغ بتاخد الاي 2 ب 75%، لو الخازوق بتاعك اتنفذ بالدق بتاخد الاي 2 بواحد. هتلاقي الكلام ده مكتوب في اول وفي المساله دي هو كان قايل لك ان بورد بايل، بورد يعني الخازوق ده خازوق تفريغ اتنفذ بالتفريغ. اكتب دي لنفسك لو انت عايز تكتبها، بورد يعني الخازوق ده تم تنفيذه بالتفريغ، يبقى الاي 2 ب 75%. لو الخازوق اتنفذ بالدق بيبقى اسمه دريفن، لو الخازوق اتنفذ بالدق هيبقى اسمه دريفن، ساعتها بتاخد الريدكشن فاكتور او الاي 2 بواحد. حد تاني عنده اي اسئله؟ الفيديو بتاع ملخص الديب ويل اللي وصل لكم عبد الرحمن وصلته؟ وانا انا بعت الكام صفحه اللي بعتهم لي، بس الفيديو بصراحه ما عرفتش اوصل، النت عندي ما ساعدش يعني. طيب خلاص، طيب ماشي. عموما انا كنت عامل ملخص للديب ويل، يعني الناس وصلها الملخص ده صح؟ انا خلاص الشباب يعني اتكلموا معايا ولا مفيش؟ عبد الرحمن اللي سامعني؟ لا لا انا بقول بس الناس تتكلم معايا. يعني المفروض ان الملخص وصل يا باشمهندس، سواء كان على الجروب بتاع الدفعه حضرتك تقريبا نشرت الفيديو او الصور نزلت على جروب السكشن في الواتس. وانا نزلت فيديو على جروب الدفعه. انت بتتكلم على الفيديو بتاع خصائص ازاي تحسب الاي اكس والاي اكس واي والكلام ده لليبشه يعني؟ مش عارف بصراحه، بس انا جانا اشعار ان انت نشرت الفيديو فقلت اكيد هو. لا لا هو في صور انما ما فيش فيديو يا باشمهندس. في صور. ماشي خلاص. هو المهم يعني بس عشان تبقى الدنيا واضحه، انا عملت لكم ملخص اللي هو الثلاث صور بتوع الديب ويل. الملخص ده انا كنت مسجل له فيديو 5 دقائق، بس هو واضح ان عبد الرحمن حصلت عنده ظروف فما عرفش يوصله، فمفيش مشكله. انا ممكن ابقى انزل لكم لينك ليه او ابعته لحد فيكم برضو ينزله للسكشن. ده لينك بس فيديو 5 دقائق كنت بشرح فيه ملخص خطوات مساله الديب ويل، هي نفس اللي في الثلاث صور. يعني انت لو قريت الثلاث صور بتوع الملخص وفاهمهم ومتعايش معاهم مش هتحتاج تسمع الفيديو. الفيديو اللي انا نزلته بقى على جروب الدفعه اللي هو فيديو على اليوتيوب، الفيديو ده انا سجلت لك فيه ازاي تحسب البروبيرتيز اوف اريا لللبشه بتاعتك او لمجموعه الخوازيق لما تبقى غير منتظمه. ساعتها بيبقى ليها اي اكس واي 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 اكس واي واريا، وبتبقى القصه صعبه شويه تتحسب مانوال. فده كان فيديو بيوضح لك ازاي تحسب القصه دي بالاوتوكاد، ودي خطوه لابد هتمر بيها في اي مشروع ديزاين. اي مشروع ديزاين هتدخله هتضطر تعمل الكلام ده بالكاد. بس فبعد ما تخلصوا ان شاء الله من الترم، اكيد مش دلوقتي، يبقى اسمع الفيديو لانك هتستفيد منه يعني. طيب خلاص انا كده يعتبر خلصت يعني ربنا معاكم ان شاء الله في الامتحان يوم الاحد. انا معلوماتي ان هو الاحد صح؟